كلما وضعت السعودية قدما في موقع متقدم في هذا العالم فاخرنا بذلك، وكلما نجحت في رفع راية النجاح في أي مجال فاخرنا بذلك، وكلما كنا من أوائل العالم فاخرنا ويحق لنا ذلك. هذه المرة البوصلة تشير إلى التعليم، وتحديدا اختبارات التيمز، وقفزة تعليمية علمية سعودية خلال 4 سنوات تحسب لوزارة التعليم، مسؤولين ومنسوبين وطلاب. سأتحدث في هذه الفقرة مع ضيفي الدكتور محمد المقبل، وهو وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، عن هذا المنجز اللي حقيقة يعني اليوم قرأنا الأخبار يعني بكثير من الزهو أنه يكون لدينا هذه المراتب المتقدمة على مستوى المملكة. يعني في اختبارات التيمز نحن الدولة الثانية على مستوى دول 20، هذا شيء عظيم جدا. دكتور حياك الله معنا فيها، هلا ونبارك لكم إعلان هذه النتائج. شكرا جزيلا وشكرا للاستضافة ومواكبة هذا الحدث. قبل ما ندخل لتفاصيل النتائج ومقارنة السنوات، خلنا نعطي المشاهدين والمشاهدات كذا نبذة تعريفية سريعة عن التيمز، وش الاختبارات وش أهميتها لوزارة التعليم؟ جميل. طبعا بداية شكرا لكم، وأيضا هذا موضوع من الموضوعات المهمة، نشر ثقافة التعريف بالاختبارات الدولية وأثرها والتعريف فيها بشكل أوسع. طبعا الاختبار ليس هو اختبار فقط، هو عبارة عن دراسة لاتجاهات التحصيل في العلوم والرياضيات، وهذه يعني الاختبارات هي اختبارات دولية تمر فيها مجموعة من الدول. طبعا هو اختبار يطبق على الصف الرابع ابتدائي والصف الثاني متوسط، طبعا يسمونه الصف الثامن، على مستويات السلم التعليمي في دول العالم بمختلف التسميات. طبعا هي تكون عينة عشوائية تؤخذ على 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 عن طريق تمثل فيها المجتمع التعليمي بعدد المدارس الصغيرة والمدارس الكبيرة في المدن والقرى إلى آخره. هذه الدراسة تساعد الدول كمؤشرات تدعم دراستها الوضع التعليمي. جميل. هي خاصة بمجالات العلوم والرياضيات؟ نعم. فقط ولا فيها أشياء أخرى؟ لا، فقط في العلوم والرياضيات، لكنها كدراسة يعني فيها مثلا اللي هو رضاء الأسر، مفاهيم التنمر، حضور الطلاب، الدخول، استخدام التقنية، فيها مجالات ثانية تجمع فيها مجموعة تدخل في معايير الدرجة والنجاح. نعم، تكون لها أثر في قضية الدراسة بحيث أنها تكون دراسة للاتجاهات. جميل. في التحصيل على مستوى السعودية عندنا كم هائل جدا من المدارس وكم هائل جدا من الطلاب والطالبات، يصل إلى 6 مليون تقريبا، وصحح للرقم. كيف تختارون الطلاب والطالبات الذين سيشاركون؟ طبعا هنا العينة توفر البيانات للمؤسسة الدولية وهي من تقوم باختيار العينة. هذه اشرحها لنا وشلون، يعني أنتم ترسلون لهم العينات؟ لا، ما نرسل العينة، تحدد العينة من قبل نفس المنظمة الدولية، تكون عندها البيانات بعدد المدارس والمناطق والمكاتب، بحيث أنه يكون لكل مكتب تعليمي وكل إدارة تعليم في كل قرية ومنطقة، حتى تكون التمثيل صادق وشامل لعينة التعليم في المملكة العربية السعودية، وهذا يطبق على جميع الدول في العالم. بس وش نقصد بعينة؟ نقصد منطقة معينة يعني، ولا الطالب عينه ممتاز. هو اللي يختار؟ الاختبار ليس اختبار مثلا لكل مدارس التعليم في المملكة العربية السعودية. لا، تأخذ عينة، تحدد مدارس معينة من قبل المنظمة الدولية وتختار هذه وينفذ فيها الاختبار. طيب ينفذ، ومين اللي يختار الطلاب اللي يختبرون؟ تختار المدرسة أو العينة والفصل، بالتالي يطبق على هذه المدرسة أو هذه المدرسة. وكله جاي من المنظمة الدولية، بحيث أنه يكون فيه بحيث أن الدراسة تكون علشان الوزارة ما ترشح طلابها المميزين. نعم، وبالتالي حتى هي قياس للمستوى التعليم في بلد معين، وإذا كانت العينة ممثلة بالتالي يكون الحكم أقرب وأصدق. وعشان كذا تمثيل العينة مهم جدا في صدق هذه الاختبارات. جميل. طيب خلنا ندخل لاختبار هذا العام. الاختبارات صارت في 2015، الآن صارت الاختبارات الثانية 2019، نتكلم على فرق 4 سنوات وفرق كبير في النتائج. خلنا نستعرض النتائج اللي موجودة عندك، نقولها للناس وأسباب هذا الفرق. طيب طبعا عندنا الاختبارات مثل ما ذكرنا هي في العلوم والرياضيات للصف الرابع ابتدائي وللصف الأول عفوا الثاني متوسط. الحمد لله صار في تقدم في النتائج في 4 مؤشرات، وهذا التقدم حقيقة يعني يعطي انطباعات جيدة جدا على أن في تقدم الحمد لله في العملية التعليمية في المملكة.
التقدم لو لاحظنا التقدم اللي قاعد يصير اللي هو طبعا قياس الفرق بين النتائج اللي تحققت في 2015 والنتائج اللي تحققت في 2019. لو لاحظنا ان المملكه الحمد لله رب يعني الحمد لله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا هو انعكاس للجهد اللي تقوم به وزاره التعليم في المملكه العربيه السعوديه، وايضا يحقق حقيقه الدعم الكامل للتعليم من قبل حكومه سيد خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الامين، وايضا هذا يعني يتواءم مع التوجهات الان اللي تحققها برامج رؤيه المملكه، وخصوصا البرامج مثل برنامج تنميه القدرات البشريه. اللي قاعد يصير ان التقدم لو اخذنا الفرق بين 2015 و2019 لاحظنا ان التقدم مستوى التقدم في المملكه يعتبر من الدول اللي حققت نسبه عاليه في التقدم. يعني مثلا في الرياضيات المملكه في مثلا في المستوى الصف الثامن تعتبر المملكه هي الدوله الاولى في الفرق في درجه التقدم في الرياضيات والفرق بين الاختبارين. خلنا بس نذكرهم انه الثامن يعني ثاني متوسط. صحيح. هذه التقدم تعتبر المملكه من الدول اللي حققت معدل عالي في التقدم الحمد لله. طبعا هذه التقدم اللي بالنسبه لنا يعني الدول تتقدم عاده بين 12 ل 13 درجه في الاختبارات، في بعض المواد الحمد لله حققنا يمكن 3 أضعاف هذه الدرجه ما شاء الله. طبعا صحيح فرحانين بهذا التقدم، لكن ليس منتهى طموحنا حقيقه لا في التعليم ولا 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 يعني في كمعلم يعني كمسؤولين في الوزاره وكمعلمين وكقاده مدارس. يعني العمل بالنسبة لنا هذه هي مرحلة إن شاء الله وخطوة للتقدم إن شاء الله لتحقيق طموح أعلى إن شاء الله في المرحلة القادمة. الاختبار القادم للتمس حيكون 2023؟ صحيح، في أبريل 23. وطبعا لا تراجع، السعودية مشاركة في هذا إن شاء الله، وبيكون عندنا فرصة للاستعداد بيكون بشكل أكبر. والثقافة الآن قاعدة تنتشر، والآن يعني خلنا نقول واحدة من الأشياء اللي يمكن ساعدت على تحقيق هذا النجاح التعامل مع الاختبار. يعني مع الوزير من تولى حقيبة الوزارة في المملكة بدأ يمكن هذا من أهم المشروعات اللي أو بدأ بها، اللي هو قضية السؤال عن الاختبارات ماذا تم الاستعداد. يعني كانت الفترة تقريبا 100 يوم أو أقل من 100 يوم، لكن هل أقل من 100 يوم كان فيها استعدادات كبيرة جدا وضخمة لجميع طلاب المملكة، لأن مثل ما قلت لك في عينة تختار، بالتالي يجب أن تطبق على رفع الوعي، لأنك ما تعرف مين اللي حيختار بالضبط. حتى الوصول لأولياء الأمور، مشاركة أولياء الأمور المعلمين، تطبيق اختبارات، نشر الثقافة عند المعلمين والمعلمات، بالتالي حسوا بأهمية دورهم، وأن هذا الدور ليست اختبارات عادية، هو دور وطني يقدم المعلم لعكس الصورة الحقيقية للتعليم في المملكة. جميل. احنا اللي يهمنا يا دكتور وشو انه في 2023 لما نستضيفك ان شاء الله او اي مسؤول في التعليم يبشرنا بانه قفزنا ما نرجع. هذا اهم شيء ودنا فيه يعني. طيب، اولياء الامور جزء من هذا التقييم، ومن ضمن الاخبار اللي ظهرت انه في نسبة عالية تصل تقريبا الى 80% يقول عنها اولياء الامور انهم راضين عن المدارس. النسبة هذه لما تيجي تحطها في الإعلام لأي متلقي سيشكك يعني، هو يشوف الواقع وأنه لا ما يحبون المدارس وينفرون منها والكلام هذا كله الموجود مجتمعيا. مين اللي أقر هذه النسبة وأعلنها، أنتم ولا المنظمة؟ بداية هذه واحدة من يعني ميزة مثل هذه الاختبارات الدولية والمشاركة فيها، أن هذه هي مؤشر خارج وليس مؤشر من 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 الوزارة أو من داخل المملكة، هو حكم يصدر من جهة ومنظمة دولية هي تعطينا هذا الحكم. رضا أولياء الأمور 80%، هذا مؤشر كبير جدا، وخاصة أن المؤشر العالمي 65% الرضا. لما تصل في المملكة بفرق تقريبا أكثر من 15% نصل إلى 80%، هذا يعطيك يعني فرق كبير جدا. وعلى فكرة أنا ودي يعني ألمح إلى شيء. تفضل. الآن المتابعين مع الأزمة، وهذه ممكن من محاسن أزمة كورونا القليلة، أن نشوف الآن مشاركة الأسر في المملكة الحمد لله رب العالمين مشاركة مرتفعة جدا. يعني من خلال منصة مدرستي الآن مشاركة الأسر تصل إلى 40%. هذا المؤشر ترى على فكرة مؤشر كبير جدا،
مقارنة بالدول الثانية أن الأسر تشارك بنسبة 40% في العملية التعليمية، هذا مؤشر كبير. وعلى فكرة المؤشر هذا يعطينا ولي الأمر اللي يدخل باليوزر حقه أو بالحساب حقه، لكن كثير من الأسر تدخل مع أولادها من خلال المؤشرات، الأبناء الطلاب والطالبات. يعني ممكن تكون النسبة أعلى. ممكن تكون. طيب وش نوعية المشاركة حقه؟ المشاركة دور الأسرة الآن وإحساسها بأهمية العملية التعليمية. الآن لو المشاهدين الآن هذه يحسون بهذا الشيء، وأنت أكيد تحس دور الأسرة الآن في العملية التعليمية أصبح دور أكثر فاعلية، صاروا الآن يتفاعلون مع المناهج، صاروا أيضا يؤمنون بدور المعلم وحسوا بدور المعلم، صار في تفاعل أكبر بين المعلمين والأسر، بين المدرسة والأسرة، بل إن الأسرة صارت تقوم بدور تعليمي، لأن الطالب الآن مو في المدرسة، الطالب في البيت، والأسرة حست بهذا الدور وصارت تقدم دور ممتاز جدا. وهذا ايضا اتوقع ان هذا بيساعد بشكل كبير جدا في المرحله القادمه ان شاء الله في العمليه التعليميه. من خلال رصدكم وقراءاتكم دكتور في كورونا وما قبل كورونا، هل نقدر كذا نقول بشكل ما ابغى اسميه صادم او مفاجئ بس بشكل مثير، انه تفاعل الاسره او اهتمامها بابنائها في التعليم صار في كورونا اكثر من قبل كورونا؟ طبعا هنا الدور، يعني احنا نعرف مثلا انه في مجالس اباء وامهات تقام وغيرها، هنا الإحساس بالمسؤولية. لما نقول الطالب خلاص هو في البيت وهو مسؤوليتك وهذا دورك، كان في الأول الدور هو في المدرسة، الطالب يروح المدرسة يجلس فيها الأربع خمس ساعات ست ساعات، فبالتالي الأب خلاص أو الأسرة أو الأم تقول خلاص الابن الآن في المدرسة والمدرسة تعطيه العملية التعليمية. الآن الدور هو الطفل في البيت والتعليم يأتي له في البيت، فبالتالي أيضا حست الأسرة بدورها وقامت بدورها صراحة بشكل ممتاز جدا. التفاعل أيضا المعلمين والمعلمات من خلال التواصل مع الأسر، تقديم الدروس، كل هذه الأدوار والتبادل اللي صار حقيقة نعتبره نجاح كبير جدا في المملكة، اللهم لك الحمد. بالإضافة لا يعني معطيات ثانية، التعامل مع التقنية، دخول الأسرة، الطلاب، المعلمين، التفاعل التقني، هذا ارتفع الحس بشكل كبير جدا. جميل، هذا مغري لكم في الوزارة دكتور أنه يبقى التعليم عن بعد حتى ما بعد كورونا، تفكرون في شيء من هذا؟ طبعا هو في مكتسبات، وهذه المكتسبات لا أظن إن في نظام تعليمي حقق هذا النجاح إنه بيتخلى عنها، وبالتالي أظنها بتبقى وبتبقى بطريقة يعني مفيدة جدا، وبتسمعون إن شاء الله عن كثير من المشاريع اللي بتطرحها الوزارة امتداد لهذا الموضوع. متى بنسمع عنها؟ بعد كورونا؟ إن شاء الله نجاحت الآن نشوفها قدامنا، لكن إن شاء الله في أشياء كثيرة إن شاء الله بنستمر فيها إن شاء الله. كملمح عام نتوقع أنه مثلا في أيام بتكون عن بعد وأيام في المدرسة أو مواد، ولا ما في شيء محدد إلى الآن؟ كل هذه في حينها إن شاء الله بتكون واضحة جدا إن شاء الله. أحاول مرة ثالثة ولا خلاص؟ أبدا، هي عبارة عن استراتيجيات يجب أنها تكون القرار التعليمي ما هو قرار سهل أو مثلا عن انطباع، يجب أن تؤخذ وفق دراسات وتكون يعني لها أبعادها، تؤخذ من جميع الأبعاد. جميل، لكنها في الحسبان يعني نجاح هذه التجربة، وإحنا منتظرين الاستراتيجية. سأعود إلى اختبارات التيمز موضوعنا. في ما نشرته الوزارة كان في إشارة إلى الدور التكاملي الذي تم ما بين الوزارة وهيئة تقويم التعليم والتدريب، كيف تم هذا الدور؟ طبعا الوزارة حريصة يعني أن كل الشركاء مع الوزارة، الهيئة وجميع القطاعات الأخرى بيكون لها دور جدا في قضية دعم مثل هذه الاختبارات، لأن هذه الاختبارات هي في النهاية هي ليست مؤشر فقط للتعليم في وزارة التعليم، هي مؤشر للتعليم في المملكة العربية السعودية. فالوزارة بتعمل إن شاء الله على تحليل هذه الدراسات، الوقوف عليها بشكل، لأن هذه البيانات بتعطي تساعد الوزارة على دعم برامجها. مثلا برنامج، ناخذ مثلا على سبيل المثال برامج حماية، الأنظمة اللي صدرت في البلد الحمد لله، نظام حماية الأطفال وكذا، هذا واحد ظهر أثره الآن من المؤشرات، ظهر أثره انخفاض التنمر في المدارس المملكة بنسبة تقريبا 10%، كانت 27% الآن تقريبا 17-16%. هذا المؤشر هذا يعطيك أن البرامج اللي قاعدة تقدمها الحمد لله، البرامج اللي تقدمها وزارة التعليم مع الجهات الحكومية الأخرى قاعدة تحقق أثر. الآن التوسع في رياض الأطفال، وهذا أنتم لاحظتوه الفترة الأخيرة، رياض الأطفال والدول لما تعمل مقارنة تشوف الدول اللي فيها مثلا رياض أطفال وتوسع في مشاريع رياض الأطفال أيضا فيها تقدم في نتائج. كل هذه البرامج اللي قاعدة تعمل عليها الحمد لله المملكة، أيضا يجب أن نراجع المناهج التعليمية عندنا، مناهج العلوم الرياضيات، مناهج القراءة، التوسع فيها، الوزن النسبي في الحصص، في الخطط الدراسية، كل هذه يجب أن تراجع، عمليات التدريس كذا.
لكن في النهاية نقدر نقول الآن أن العمل اللي تم والنتائج اللي تحققت هذه نتائج ظفرت فيها جهود الوزارة، الجهود اللي بذلها زملائنا وزميلاتنا المعلمين والمعلمات في الميدان، زملائنا قادة المدارس ومديري ومديرات المدارس ومديري التعليم، كل هذه الجهود الآن تبررت الحمد لله، أن قادرين إن شاء الله بما أن حققنا في هالفترة الوجيزة بالاستعداد في أقل من يوم قدرنا نحقق هذا الفرق، نستطيع إن شاء الله قبل عام إن شاء الله 2023 أن نحقق إن شاء الله شيء يليق بسمعة. جميل والله دكتور، يعني إحنا مبسوطين من حكاية النتائج، لكن أنا على المستوى الشخصي أكثر سعادة بمكتسب انخفاض مستوى التنمر من 27% في 2015 إلى 17%، وإن كان 17 هذه ليت تصير أقل، لكن النزول أنا أعتقد أنه من أعظم المكتسبات. طبعا مثل هذا العمل بيستمر، يعني الآن لما تقول مثلا مستوى التنمر مثلا 17% في المملكة الآن، في برامج الآن وسوف تستمر هذه البرامج. نتكلم عن برامج بدأت، يعني لما صدر مثلا اللي هو النظام لحماية الأطفال وبدأت البرامج في الوزارة وكذا، أعتقد هذه البرامج لم تبدأ لتتوقف. هذه واحدة من الأشياء، المؤشرات الدولية والنتائج هذه تساعدك على أنك أوكي تعطيك مؤشر، والله أنت في خطتك الآن عملك ماشي، في عندك نجاحات تستمر في هذه النجاحات، عندك لا والله إخفاقات معينة يجب أن تتوقف، تراجع السياسات، تراجع مثلا المناهج، تراجع طرق التدريس، تراجع هذه الأشياء، تطوير المعلمين، وتستمر في دعمها وتساعدك في بناء هذه النجاحات إن شاء الله. جميل، هذا الحديث مغري والله، وكل محور يجر يعني محاور خلفه، لكن أبطلب منك قبل ما أنهي معك هذا الحوار ثلاث رسائل سريعة، أنا بالعادة أسميها لضيوفي تغريدات صوتية. الأولى إلى الطلاب والطالبات وتحديدا اللي شاركوا في اختبارات التيمز، وش تقول لهم عبر شاشة يا هلا؟ والله أول شيء هذا الاختبار، أنا يعني إحساس أبنائنا وبناتنا الطلاب أن هذا الاختبار هو تمثيل للوطن. فكل طالب يمسك هذه الورقة وهو يعبي هذه الاختبار، أو اختبار يكون إلكتروني أو على ورقة، هو عنده استشعار أنه هو يمثل الوطن. وعلى فكرة لما أشوف أبنائنا وبناتنا الطلاب يخرجون في المسابقات الدولية، أول شيء يسوونه يأخذون معهم علم المملكة العربية السعودية. هذا الاختبار نفس الشيء، هو علم بلدك وهو راية بلدك، أنت الآن كممثل لهذا البلد في هذا الاختبار. أبنائنا وبناتنا اللي شاركوا مثلوا بلدهم الحمد لله، وقدروا الحمد لله أنهم يحققون فرق بين مرحلتين تصل إلى ثلاثة يعني أضعاف المتوسط العالمي، وهذا شيء جدا مفرح. جميل، إلى معلمي ومعلمات هؤلاء الطلاب ماذا تقول؟ المعلمين والمعلمات ليس فقط في هذا الموضوع، حتى في جائحة كورونا المعلم السعودي والمعلمة السعودية الحمد لله رب العالمين أثبتوا حقيقة أن الجهد اللي قاموا به على فكرة في التعليم الإلكتروني ترى مضني ومتعب، وكل معلم تسأله من مجتمعك أو من المجتمع القريب منك سوف تجد أن المعلم قدم جهد ضعف الجهد العادي اللي قدمه في الأيام العادية، والحمد لله يعني اللي قدموه في هذه الجائحة هذا يعطينا إحساس. كثير الدول تتكلم عن الفاقد التعليمي في أزمة كورونا، أنا شخصيا أتوقع إن شاء الله قد يكون في فاقد تعليم، لكن أنا أعتقد أن في مكتسبات أن المعلمين والمعلمات والجهد اللي قاموا به أنه صح يقلل هذا الفرق، شكرا لهم سواء في هذا الموضوع أو في الموضوع الآخر. الرسالة الأخيرة، ويعني لا بد من انحياز شعوري على الأقل لك فيها، لكن حاول أن تكون محايد فيها، إلى فريق عملك اللي كان معك في الوزارة وأنتم تبتهجون بمثل هذه الأخبار والمنجزات. طبعا أول شيء هي رسالة شكر، خلني أكبرها شوي. كبرها. أول شيء شكر حقيقة لقيادتنا في هذا البلد على اللي تقدمه للتعليم، يعني الحمد لله التعليم في المملكة يعني يحظى بميزانيات وبدعم لا محدود من سيدي خادم الحرمين الشريفين، وأيضا من سمو سيدي ولي العهد. الآن من خلال هذه المبادرات وبرنامج تنمية القدرات البشرية، أعتقد في مبادرات واعدة، هذه المبادرات على فكرة كلها قريبة من هذه. لما نراجع السياسات ونراجع من خلال ما يقدم نلاحظ أنه قريب. رسالة شكر حقيقة لقائدنا في الوزارة معالي وزير التعليم، اللي حقيقة أنا أراه يقف خلف هذا الإنجاز بقوة، ومن اليوم الأول اللي أجتمع مع مديري ومديري التعليم في أول لقاء والقيادات في الوزارة كان سؤال عن مثل هذه الاختبارات ومؤشر المملكة، ووقف وراء هذا المشروع خطوة خطوة، وكنا حقيقة داعمين لمعالي في هذا، والشكر حقيقة له لأنه كان
النجم الأول في هذا العمل. يستاهل معالي الوزير، وشكرا جزيلا لحضورك معنا في أهلا، ونلقاكم في إنجازات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا، وإن شاء الله تقدم إن شاء الله أكبر لبلدنا بإذن الله تعالى. مثل ما قلنا في البداية نقول في الخاتمة أنه بمثل هذه المنجزات دائما وأبدا نفخر، والوعد بإذن الله تعالى 2023 وتقدم جديد في اختبارات التيمس. بعد الفاصل ألقاكم.